حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من القمشلي العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوى سوريا الديمقراطية عبر سكايب. إذا معنا هو عبر مباشرة عبر سكايب. سيادة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. الأنباء تحدثت بأن قواتكم وتتقدم على الأرض وتدخل مركز مدينة الرقة والاتجاه هو حصار داعش. ماذا جرى خلال اليومين الماضيين على الأقل والساعات القليلة الماضية؟ في حي الدركية في المنطقة الغربية ودوار بتاني، كما تحررت أي الغياطرة في شرق المدينة وصولا إلى دوار الباسل، حيث طبعا تم حصار داعش في عدد كبير من المناطق، وخاصة بعد إطلاق المنطقة الجنوبية من الرقة. والآن قوات سوريا الديمقراطية تخوض معارك في عدد من المناطق وصولا إلى حي نعم إلى حي إلى الأحياء الاستراتيجية، يعني القريبة من مركز المدينة بعد دوار الباسل. وأما فيما يتعلق بموضوع يعني القتال، قيام طيران العسكري بالنسبة لطيران نظام بقصف، هنا قام قوات طيران نظام بقصف قواتنا في الرصارة، وكان تم ضرب هذا الطيار وإسقاطه من قوات التحالف، والآن عمليات تحت تجري. طيب سيادة العميد، أريد أن أسألك أيضا عن موضوع التعاون ما بينكم وبين قوات التحالف والشكل الذي ستأخذه المعركة في المرحلة الحالية بالتعاون مع قوات التحالف. طبعا الان هناك تنسيق وغرفه عمليات مباشره مع قوات التحالف، ويقوم طيران التحالف ضرب الاهداف الاستراتيجيه المتعلقه بمراكز القياده المتبقيه طبعا لداعش. لا فرار الان لداعش، ويوجد حصار مطبق كامل على مدينه الرقه من كافه الجهات، وسيتم القضاء على داعش او استخدام ما أبقى من قواتها في مدينة الرقة. طيب نعلم بأن داعش يلجأ إلى حركات المقاومة أو خطوات لمحاولة المقاومة، سواء بالتفخيخ باستخدام المدنيين كدروع بشرية، كيف تتم واجهة ذلك من قبلكم؟ يعني أولا في ناحيتين، الدراجات النارية وكذلك السيارات المفخخة. طبعا دائما لله تقوم قواتنا قوات سوريا الديمقراطيه خاصه بخلايا المتقدمه من قوات بضرب مثل هذه الاهداف، وقد تعودنا على ذلك. يعني هناك يعني قبل الساعات في تل ربيعه تم تدمير سياره مفخخه كانت داعش متجهه باتجاه مركز هذه هناك، يعني هذا صار بالنسبه لنا امر طبيعي ودائما متاهبين لمثل هذه العمليات. ولكن طبعا ايضا عمليات التمشيط هي مهمه، واستخدام داعش للالغام المحرمه دوليا، خاصه فيما يتعلق بالالغام التي تقتل الافراد والتي هي تعيق تقدم القوات قليلا في احياء الرقه، ولكن الان الرقه تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطيه. طيب. بشكل كامل. نعم. ومن كافه. طيب سيد العميد، الدعم البري ووجود قوات عسكرية برية على الأرض، ماذا أضاف للمعركة وماذا أضاف لكم كقوة سورية ديمقراطية؟ يعني الدعم البري موجود، وكذلك الدعم الإلكتروني، وهو الأهم يعني بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، وتأمين الاتصالات وكذلك تحديد مواقع داعش القوات المعادية. وهناك يعني فريق عمل كامل بالنسبه لهذا الموضوع، والقوات الامريكيه والفرنسيه والقوات الصفه على الارض هي لتقديم الدعم اللوجستي والدعم الالكتروني لقواتنا التي تتقدم في مدينه الرقه الان وتقوم بتحريرها من حصار داعش الارهابيه. نعم. شكرا لك العميد حسام العواك، عضو الهيئه السياسيه لمجلس قوى سوريا الديمقراطيه، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القمشلي.